عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد في مطبخ ليلى كميل. في اطار الوصفات ايضا اللي كان فرق لكم، فاليوم كنقترح عليكم هاد لاطاخت بالفرماج، كتجي كتحمق رائعه وبسيطه بزاف. تبعوا معايا المقادير والطريقه وجربوها، ان شاء الله غتعجبكم. اذا في واحد البول كندير 300 غرام ديال البسكوي مطحون، اي نوع بسكوي، ماريا ولا هنريس ولا اللي بغيتو، شدوه وطحنوه وضيفوا له معلقه كبيره ديال الكاكاو، وغادي نضيف ليه زبده دايبه، 120 غرام ديال الزبده دايبه، وغادي نخلط مزيان حتى كنحصل على واحد الخليط يعني متجانس، ويعني كنقدروا نتحكموا فيه، وفي نفس الوقت ما كيكونش معجن بزاف. فكنجيبو وكنحطو في شي مول يكون غير يعني بلا قاعده، غير اطار، القطر ديالو 25 سنتيمتر. انا اللي استعملت، تقدروا تستعملوا صغر من هذا الحجم. كنقاد هذه القاعده مزيان، من بعد بالنسبة للكريمة كناخد 3 ديال البيضات كاملين، كنضيف لهم 120 غرام ديال السكر، وكنخفق هادشي مزيان حتى كنحصل على خليط كريمي اللون ديالو كيولي ابيض يعني بلون كاسي كيف تتفتح. غادي نضيف ليهم الجبن. بالنسبه للجبن فانا استعملت هاد الريكوتا، كيدير 9 دراهم تقريبا، فيه 170 غرام. ما عنديش جوج فاستعملت هاد الكميه، والباقي استعملته جبن مثلثات، يعني ضفت 6 ديال المثلثات اخرى من غير هذاك الباكيه، وخلطت مزيان حتى كتختفي دوك الجبن ما تيبقاوش، حتى دوك الحبيبات ديالو ما تيبقاوش. ولا ما بغاوش يختفيو بالخلاط الكهربائي، فتقدروا تستعملوا الميكسور اللي كنطحنوا به كنصايبوا به العصير. وغادي ناخد الخليط ونكبوه فوق من بسكوي، وندخلو الفران على درجة حرارة 180 مدة ديال ساعة الا ربع، نص ساعة حتى ساعة الا ربع، يعني نردو بالنا من بعد نص ساعة، و نخليوه بطبيعة الحال حتى كيطيب، كيتنفخ شي شوية وكيتحمر. وبالنسبة للتزيين فدرت له الكونفيتور من الفوق ديال الفريز، وها هو من الداخل كيفاش كيجي، كتجي رائعة جدا. بالنسبة لباقي التزيين فزينته بشوية ديال الفواكه الحمراء. وقدمته بالصحة والراحة. تشيز كيك كنتمنى تكون عجبتكم وجاتكم سهلة، وجربوها وردوا عليا الخبر. وشكرا لكم على تتبع الفيديو، إلى اللقاء.